نتاعك في العاده فتحي باش نبداو؟ والله في العاده قبل ما نبداو باللي باش نبداو نبداو باللي لانه توا مؤكد راهو الحكايات والفيلموات حول معز معناها والروايات. انا مانيش متاع فيسبوك تعرفوني ما نعرفش ما قالوا لي شيء كبير ياسر معناها. وزيد ظهرت انت حيدر على الشاشه شيء المؤامره كملت معناها وانت طرف يعني في مؤامره اي معناها وانا معك وبالطبع اذا كان معز مش موجود واحنا موجودين معناها راه معز موجود حبوا اللي حبوا وكرهوا اللي كرهوا واللي تمناوا راهو مش صحيح. معز موجود حصة هذه حضرها معز حضرناها مع بعضنا أكثر من هكا حيدا حصة غدوة متاع التاسعة مساء حضرها معز حصة نهار الجمعة حضرها معز ونقول لك حتى لي زانفيتي متاع غدوة شكون معناها حاضر يخدم تبقى مش موجود على الشاشة. الناس اللي تستخيل نبيل وتحلم ربما معز طردوه أو معز مشاه أو معز كذا يحلموا شوية على خاطر لو كان معز مشاه احنا متقنا شونية هذه أمر مفروض منه أولا. ثانيا معز راه مش مقدم راه معز هو المنتج معز هو المعد البرنامج هذا وزوز برامج أخرى ثلاثة برامج في الحصة. ثم كما قلت أنت حيدر معز راهو من نهار الجمعة مع صلاح الجورشي قال راني الأسبوع الجاي باش نرتاح دونك معز باش يرتاح اليوم وغدوة حس نهار الجمعة اللي باش يتواصلوا ويوم الاثنين جاي لكل حادث حديث. دونك نحب نقول حيدر ملاحظة فقط رانا في التونسية عائلة واحدة صحيح ساعات العلاقات ربما تتذبذب شوية هكا تدخل بعضها شوية ولكن المهم وأن العائلة هذه قائمة على أسس صحيحة. فما ناس ولاد القناة ولاد التونسية وشعار العائلة هذه الاحترام أول نعرف الاحترام أولا والاحترام أخيرا وإن شاء الله نهار اثنين الجاي تراو معز يعطيك صحة.